الآن يشاهدون من دون وضعية طريق السليم الخامس، وهي عبارة عن 23 حركة. عشر طلقات البندقية الآلية كلاشينكوف عيار 7.62 والعربات خفيفة الدرع مسافة تاعها 150. إن هذه المناسبة إعلامية الجوارية المنظمة تنفيذا لمخطط الاتصال الجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024 تعد تقليدا عسكريا راسخا يندرج في إطار تعزيز وتطوير رابطة جيش أمة، ومن خلال تواصل مباشر ومستمر مع كافة شرائح المجتمع من أجل التعريف بالمهام النبيلة للموكلة للمدارس والمراكز التكوينية العسكرية.